شو هاد اللي صاير؟ ما بعرف، بس كل يلي غبته عنك هو شهر واحد بس، شو القصة؟ حاسستك كأنك مانك أكشات. شو هاد اللي صاير؟ غرفتك مكركبة وحاسة إنه حياتك مكركبة. قلي ليش هيك صاير يا أكشات؟ ما عاد عم تهتم لأي شيء؟ مشغول بشغلي لهيك غرفتي مكركبة. وبعدين ما في داعي لحتى تتخيلي شغلات من عندك. ما رح تقلي الحقيقة؟ ماشي. شو عم تعملي؟ قدام؟ قدام؟ انت جنيتي شي؟ بلكي صار لك شي؟ وإذا؟ طب ليش تركتني أوقع هداك اليوم؟ ليش هلأ عم تمثل إنك مهتم فيني؟ عم تدعي الحب؟ بهداك اليوم كنت قريب مني، ووعدتني إنك ما رح تتركني لو شو ما صار. شو صار؟ ليش اليوم ما سمحت إنه يصير لي شي؟ أنا ما عم بفهم عليكي شو عم تقولي، فهمانة؟ ما عندي وقت لكل هاي الشغلات، لهيك تركيني بحالي. لوين رايح؟ انت لازم تسمعني للاخير وبدك تجاوبني على اسئلتي. وليش بقى لحتى جاوبك؟ انت مانك حدا مهم كرمال تقلي لي شو لازم اعمل وشو ما لازم اعمل. انا قلت لك انه ما عندي جواب معناته ما عندي جواب. بهداك اليوم كنت قريب مني، ووعدتني إنك ما رح تتركني لو شو ما صار. شو صار؟ طب ليش تركتني أوقع هداك اليوم؟